صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 45 لسنه 2024 بتعيين امين عام لمجلس تطوير اليات فض المنازعات التجاريه الدوليه في مملكه البحرين وذلك بناء على عرض وزير الشؤون القانونيه جاء فيه تعين السيده ماريكا بولسون امين عاما لمجلس تطوير اليات فض المنازعات التجاريه الدوليه في مملكه البحرين.